أكدت الداخلية الألمانية أنها تأخذ على محمل الجد شرائط الفيديو التي تحمل تهديدات من تنظيم القاعدة وحركة طالبان الأفغانية بشن هجمات على ألمانيا قبيل انطلاق الانتخابات البرلمانية غدا. وقد فرضت السلطات الألمانية إجراءات أمنية مشددة، فيما تقوم أجهزتها بتحليل وتقييم شرائط التهديد التي وصلت إليها من حركة طالبان ومن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي أنذر فيه الغرب بالهزيمة في أفغانستان ودعاه إلى سرعة الانسحاب من هناك. والمعروف أن ألمانيا تعتبر ثالث قوة دولية في أفغانستان تحت راية حلف الناتو بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.